أعزائي طلبة وطالبات مدارس دار المعارف الصف الرابع الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في مادة العلوم. هنتكلم النهاردة عن الدرس الرابع في الوحدة الأولى، التغيرات الفيزيائية والكيميائية. إيه الفرق بين قص قطعة من الورق وحرق قطعة أخرى؟ التغير اللي بيحصل للورقة عند قصها هو تغير في شكل الورقة فقط وليس في تركيبها. لما بقص قطعة الورق بتفضل الورقة زي ما هي، ولكن شكلها الظاهري هو اللي اتغير، والتغير ده بسميه تغير فيزيائي. أما التغير اللي بيحصل للورقة عند حرقها هو تغير في تركيب الورقة، وبتتحول إلى مادة جديدة ليها خواص مختلفة وجديدة عن المادة اللي بدأت بيها، والتغير ده بسميه تغير كيميائي. إيه هو التغير الفيزيائي؟ هو تغير في شكل المادة الظاهري وليس في تركيبها، يعني شكل المادة الظاهري هو اللي بيتغير زي لما قصيت الورقة، ولكن تركيبها بيظل كما هو. أمثلة على التغيرات الفيزيائية: أول حاجة طحن السكر، لو أنا جبت شوية سكر وطحنتهم بعد كده أدقتهم هلاقي إن السكر محتفظ بطعمه الحلو، يبقى ده تغير في شكل الظاهري للمادة وليس في تركيبها. انصهار الشمعة، لو أنا عندي شمعة وأشعلت الفتيل بتاعها بتبدأ الشمعة تنصهر وبتنزل على هيئة قطرات، القطرات دي لو أنا بردتها بتتجمد وبترجع للحالة الأصلية اللي بدأت بيها تاني، يعني ده تغير في الشكل الظاهري وليس في التركيب. ذوبان الملح أو السكر في الماء، لو أنا عندي ملح وذوبته في شوية مية في كاس هلاقي إن شكل الملح اتغير، هو ده، ولكن لو أنا بخرت المية دي يعني سخنت المية وخليتها اتحولت إلى بخار مية هلاقي الملح موجود في الكاس ومحتفظ بطعمه. ثاني وتشكيل المعادن، لو أنا جبت نحاس أقدر أشكله وأعمل منه أواني طهي، أقدر أعمل منه أسلاك للكهرباء فبيظل زي ما هو نحاس وجيد التوصيل للكهرباء والحرارة، ولكن شكله هو اللي مختلف. إعادة تدوير الورق، تقطيع وقص الورق زي ما عملنا وجبنا ورقة وقصيناها، هي شكلها الظاهري اللي اتغير ولكن تركيبها كما هو. دورة السلق، ايه هي دورة السلق؟ لو انا جبت قطعة من السلق وبدأت اصهرها يعني ارفع في درجة حرارتها هلاقيها تحولت الى مادة سائلة اللي هي المية، يعني تحولت من المادة السائلة الصلبة الى المادة السائلة. لو انا استمريت في التسخين الماء هيتحول الى بخار ماء، يعني تحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية. لو أنا كثفت بخار المية ده يعني جبت لوح من الزجاج وحطيته فوق البخار هلاقي إن بخار المية ده بدأ يتكثف ويتحول إلى قطرات من الماء. لو أنا خدت الكاس اللي أنا كثفت فيه بخار المية وحطيته في الفريزر هلاقيه اتجمد ورجع لتلج. كل التغيرات دي بنقول عليها تغيرات فيزيائية لأنه تغير في الشكل الظاهري للمادة ولكن التركيب زي ما هو، المية محتفظة بتركيبها. بيجي هنا سؤال علل، يعتبر ذوبان السكر في الماء تغير فيزيائي لأن التغير في شكل المادة فقط وليس في التركيب. يعتبر طحن السكر تغير فيزيائي لأنه تغير في شكل المادة فقط وليس في تركيبها. خصائص التغير الفيزيائي، هو تغير في شكل المادة الظاهري فقط، الشكل الظاهري للمادة بس هو اللي بيتغير ولكن تركيبها بيظل كما هو. لا ينتج عنه مادة أو مواد جديدة، لا يحدث تغير في تركيب المادة أو خواصها، يمكن إعادة المادة إلى حالتها الأولى زي التلج، أنا بدأت بتلج حولته إلى سائل والسائل حولته إلى بخار والبخار حولته إلى سائل والسائل جمدته حولته إلى تلج، يعني رجعت للحالة الأصلية اللي أنا بدأت بيها. أما التغير الكيميائي هو تغير في تركيب المادة وينتج عنه مادة جديدة أو مواد جديدة لها خواص مختلفة. أمثلة على التغيرات الكيميائية زي تعفن الفاكهة، الفاكهة لو أنا عندي تفاحية وسبتها بره التلاجة أكتر من يوم هاجي ألاقي عليها طبقة لونها مختلف عن لون التفاحة وطعمها مش حلو وريحتها مش حلوة، مقدرش أرجع التفاحة للحالة الأصلية تاني، بقول على ده تغير كيميائي. إنتاج الزبادي من اللبن،
لما بيبقى عندي لبن واعمل منه زبادي، الزبادي ده مادة جديدة مختلفة عن اللبن وليها خواص مختلفة عن خواص اللبن، وما اقدرش ارجع الزبادي الى اللبن مرة اخرى. اضافة الخميرة للمخبوزات، احتراق الشمع والورق والسكر، لو انا جبت سكر وحطيته في اناء على النار بيبدأ السكر يتحرق ويتحول من اللون الابيض الى لون بني وبيفقد مذاقه الحلو، وما بقدرش ارجعه مرة اخرى للحالة الاصلية بتاعته. الورق نفس الحكاية، لو انا جبت قطعة من الورق وحركتها بلاقي ان طلعت مادة جديدة خالص، فبقدرش ارجع المادة دي للحالة الاصلية بتاعتي. تسوس الاسنان وانفجار الالعاب النارية، فساد الحليب، الحليب او اللبن لو ما بيبوظ ما بقدرش ارجعه تاني. صدأ الحديد، ايه هو صدأ الحديد؟ هو طبقة بنية هشة بتتكون على سطح الحديد عند تعرضه للهواء الرطب. لو أنا عندي مسمار وحطيته في الهواء فترة، الهواء ده بيبقى فيه بخار مية، يعني هواء رطب، البخار المية ده بينزل على المسمار الحديد وبيتكون فوق المسمار طبقة بنية هشة بسميها صدأ الحديد، ما بقدرش أرجع الحديد لحالته الأصلية تاني، فده بيعتبر تغير كيميائي. خصائص التغير الكيميائي، بيحدث تغير في تركيب المادة، بتنتج مادة جديدة خالص، الخواص بتاعة المادة اللي بدأت بيها بتتغير خالص، بينتج عنه مادة أو مواد جديدة، يحدث تغير في خواص المادة، لا يمكن إعادة المادة إلى حالتها الأولى. بيجي هنا سؤال علل، يعتبر احتراق السكر تغير كيميائي لأنه تغير في تركيب المادة وينتج عنه مادة جديدة لها خواص مختلف. سؤال تاني، يعتبر صدأ الحديد تغير كيميائي لأنه تغير في شكل وتركيب المادة وينتج عنه مادة جديدة لها خواص مختلف. لما اجي اعمل مقارنة ما بين التغير الفيزيائي والتغير الكيميائي، من حيث التعريف التغير الفيزيائي هو تغير في شكل المادة الظاهري او حالتها وليس في تركيبها، اما التغير الكيميائي هو تغير في تركيب المادة بينتج عنه مادة جديدة او مواد جديدة لها خواص مختلفة. من حيث الخصائص التغير الفيزيائي لا ينتج عنه مادة جديدة وبتظل المادة محتفظة بخواصها ويمكن إعادة المادة إلى حالتها الأولى، أما التغير الكيميائي بينتج عنه مادة جديدة أو مواد جديدة بتتغير خواص المادة وتكتسب خواص جديدة، لا يمكن إعادة المادة إلى حالتها الأولى. من حيث الأمثلة التغير الفيزيائي الانصهار، زي انصهار التلج، انصهار الشمع، انصهار الحديد. الحديد لما بصهره يعني برفع درجة حرارته بينصهر وبيتحول من الحالة الصلبة للحالة السائلة، ولكن بيظل محتفظ بخواصه. طحن السكر، سحب النحاس إلى أسلاك، يعني لما أعمل النحاس أسلاك الكهرباء هو بيظل نحاس ولكن شكله هو اللي بيتغير فقط. ذوبان السكر والملح في الماء، تكسير الطباشير أو الزجاج، الزجاج لما بيتكسر بيظل زجاج ولكن شكله الظاهري بس هو اللي بيتغير. تقطيع الورق أو القماش، دورة الثلج، انصهار الشوكولاتة، إعادة تصنيع الورق، وترك المعادن. أي انصهار يا ولاد بيعتبر تغير فيزيائي لأن شكل المادة هو اللي بيتغير ولكن تركيبها بيظهر زي ما هو. انصهار ثلج، انصهار شمع، انصهار حديد، انصهار شوكولاتة، أي انصهار. أما التغير الكيميائي الاحتراق بيعتبر تغير كيميائي، احتراق السكر او احتراق الشمع او احتراق الورق. التعفن زي تعفن الفاكهة وتعفن الخضروات. صدأ الحديد، فساد الحليب، تسوس الاسنان، وتخمر العجائن. احتراق البنزين، البنزين اللي بنحطه في العربيات انا بحطه في حالة سائلة في العربية، ولكن لما بشغل العربية بيحترق البنزين وبيتحول الى مادة جديدة وما بقدرش ارجعه. صناعة الجبن وانفجار الألعاب النارية واحتراق الفحم، يبقى أي انصهار بيعتبر تغير فيزيائي وأي احتراق بيعتبر تغير كيميائي. وبكده نكون خلصنا الدرس الرابع من الوحدة الأولى، أشوفكوا الوحدة الجاية.